يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوكه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. كما يتوقع الخبراء أن يسود البلاد خلال ساعات الليل والصباح الباكر طقس مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية. وفيما يلي مشاهدينا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء على محافظات ومدن مصر الجمهورية، ونبدأها من القاهرة. القاهرة العظمى 37، الصغرى 26، الإسكندرية 35، 25، مطروح 34، 25، بورسعيد 32، 26، والإسماعيلية 38، 26. ونذهب إلى السويس، السويس العظمى 37، الصغرى 26، العريش 33، 24، طابة 36، 28، شرم الشيخ 40، 29، والغردقة 41، 29. نذهب إلى الأقصر، الأقصر العظمى 41، الصغرى 28، أسوان 43، 29، الوادي الجديد 42، 25، حلايب 37، 30، وأخيرا شلاتين 38، 29. والآن مشاهدينا نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.